يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. موسى عليه الصلاة والسلام كلم ربه سبحانه وتعالى وهو كليم الله، فلما تلذذ بالكلام تشوق موسى عليه السلام إلى رؤية الله حبا وشوقا، فقال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك. قال الله جل في علاه لن تراني يا موسى، أنت خلق من خلق الله يا موسى، لن تثبت لرؤية الله يا موسى، لن تراني يا موسى، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل يا موسى، وجه بصرك نحو ذلك الجبل الشامخ الثابت يا موسى، وجه بصرك يا موسى للصخور المتراكبة وللحجارة المترابطة يا موسى، صوب بصرك نحو الجبل، فإن استقر الجبل في مكانه فسوف تراه، فإذا بالصخور العظيمة تتدحرج، وإذا بالحجارة تضطرب، خار الجبل وخارت مراه، أصوات مدوية وغبار يتصاعد ودك الجبل، وموسى ينظر إلى هذا المنظر فلم يتمالك نفسه عليه السلام، فخر موسى وصعق وسقط على الأرض، وبعدها أفاق وهو يقول سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. العظمة لله والسجود لله والكبرياء لله. الجبال الواسيات شوامخ لا ينمحي، تلك البحار الطاميات بقلبها، هذا الجبل الشامخ الأشم صاحب الصخور العظيمة والحجارة المتراكبة بعضها فوق بعض يسجد تعظيما لله، يسجد الجبل تعظيما لله، وبعض الناس لا يسجد لله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الجبال تخشع والجبال تتصدع من ذكر الله، وبعض الناس لا يخشع ولا يتصدع قلبه من ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو الله الذي